مساء الورد تلاميذ الحلوين، درسنا لهذا اليوم هو حجم المكعب. تمام، أخذنا الدرس السابق. علاوة حبيبي انتبه للدرس، الكل أريدكم تركزون بالدرس. أخذنا درسنا السابق مساحة الشكل، وأخذنا محيط الشكل والزوايا. رح نحاول بعد ما ننتهي من حجم المكعب، من شرح موضوع حجم المكعب، نحاول نراجع الفصل السادس إن شاء الله. غدا سوف يكون لدينا اختبار من درجات. تمام؟ طيب، هسه احنا نرجع لموضوعنا حجم المكعب. يلا يا سنان. سنان عمار، السلام عليكم ست. وعليكم السلام سنان. يلا يا سنان، اقرأ لنا فقرة أتعلم. صنعة فرح مس مجسما من المكعبات المداخلة، فوضعت ثلاث طبقات فوق بعضها البعض، في كل طبقة طبقات فوق بعضها البعض، في كل طبقة ست مكعبات. ما حجم المسجد الذي صنعته فرح؟ شكرا جزيلا سنان. شوفوا، احنا عندنا طالبة اسمها فرح، عندها مكعبات، فحاولت ان تعمل مجسم. يعني اذا عندكم مكعبات بالبيت تقدرون تسوون مجسم، مجسم من المكعبات المتداخلة. سوت فرح كم طبقة عندها؟ ده تلاحظون أهم شيء هنا، تلاحظون كم طبقة عند فرح؟ ثلاث طبقات، أولاً ثانياً ثالثاً. في كل طبقة، يعني نحسب أول شيء نبدي من الطبقة أسفل طبقة، أسفل الطبقات، في كل طبقة كم مكعب وضعت؟ ست مكعبات. ما حجم المجسم الذي صنعته فرح؟ إحنا نعرف الوحدة المكعبة، ده تلاحظون ويانا هذا الشكل، لاحظوا وياي هذا الشكل، هذا هاي مكعبة. بالطبقة الأولى ست مكعبات، بالطبقة الثانية أيضا ست مكعبات. تقول إنسان فيها بس ثلاثة، لا انتبهوا، إحنا دني هنا، يعني هاي بالأمام وهنا بالخلف. تمام، هاي بالأمام وهاي بالخلف، يعني هنا ثلاثة واللي وراها ثلاثة، ايش قد صارت؟ ست مكعبات. نروح نحسب الطبقة الثانية، أيضا هنا ثلاثة، بالأمام ثلاثة وبالخلف أيضا ثلاثة. تمام، صارت ستة أخرى. ناخذ الطبقة الأخيرة، هي الطبقة الثالثة، أيضا تلاحظون الأمام والخلف منها واضحة، هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. فإحنا إذا نريد نقيس حجم المجسم نحسب في كل طبقة كم مكعب. هنا عندنا ستة، وهنا أيضا عندنا ستة، وهنا أيضا عندنا ستة، نحسبها نجمعها كلها راح يطلع لنا عدد المكعبات. خلي نشوف أنتوا هنا ايش كتبتوا لي بالشات. تمام، يعني عندنا كم مكعبة؟ عاشت إيدكم، 18 مكعبة. إذن ما هو الحجم؟ هاي أريد تدونوه بالدفتر. ما هو الحجم؟ الحجم هو عدد الوحدات المكعبة التي تملأ المجسم، التي تملأ المجسم. هذا مجسم، والحجم هو شيء مثل إنه عدد الوحدات المكعبة التي تملأ المجسم، ويقاس الحجم بالوحدات المكعبة. حسن خالد، كرم حيدر، عاشت إيدك، يقول 18. جود علي 18، غيث أسامة 18، حسن خالد، حسن خالد يقول سانسي 46. خلي نشوف حسن ليش 46. يلا يا حسن تفضل افتح المايك. السلام عليكم سانسي. عليكم السلام حبيبي، شلونك؟ حسوني زين. حسوني ليش قلت 46؟ الناتج مالت هن كلهن 46. طيب خلي انا وياك نحسب. شوف احنا عندنا كم طبقه؟ دا تلاحظ المكعب امامك بكم طبقه؟ كم طبقه؟
اي كم طبق؟ نعم ستة. لا شوف احنا ما نحسب ستة بالامام وبالخلف، لا شوف هنا عندك اول طبقة هذا كله بالامام والخلف ينحسب طبقة، تمام؟ وهاي الطبقة نعم. الثانية ده تلاحظ هاي الثانية وهاي الطبقة الثالثة، يعني كم طبقة صار عندنا؟ ثلاث طبقات. ثلاث طبقات. في كل طبقة كم مكعب يا حسين؟ تسعة. لا خلينا نشوف، انت بالبداية شين عندك بالامام؟ واحد اثنان ثلاثة، عندنا بالامام نعم. بالخلف، اذا بالامام ثلاثة بالخلف شقيت؟ ايضا ثلاثة، يعني ثلاثة زائد ثلاثة ستة. ستة. احنا عندنا ثلاث طبقات، في كل طبقة ستة، هنا ستة وهنا ستة وهنا ايضا ستة، يعني ستة زائد ستة يا حسين 12 زائد 12 18 10. ايدك يا بطل، عرفت تستحسوني؟ نعم سنتي. تمام شكرا جزيلا لك. طيب العفو. خلي انا وياكم نعيد. اجد حجم المجسم الذي صنعته فرح. هذا المجسم عندنا، اول شيء اول ما اريد احسب الحجم لازم اعرف هذا المجسم من كم طبقة يتكون، تمام؟ اخذناها قاعدة ثابتة، اول ما ابدي احسب حجم المجسم لازم اعرف من كم طبقة يتكون. اول ما اجي احسب اقول هاي واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة، اذا يتكون من كم طبقة؟ من ثلاث طبقات. نبدي نحسب كل طبقة على حدة، يعني نحسب الطبقة الاولى، راح نقول الطبقة الأولى بها واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة بالأمام وبالخلف أيضا ثلاثة، ايش قد يساوينا بالطبقة الأولى؟ ستة. نجي على الطبقة الثانية نفس العدد، ثلاثة بالأمام وثلاثة بالخلف ستة، زائد الطبقة الأخيرة أيضا هي واضحة تشوفون هنا متكونة من ثلاث طبقات بالأمام وثلاث طبقات بالخلف، يساوي ثلاث مكعبات بالأمام وثلاث مكعبات بالخلف أيضا يساوي ستة. إذا نجمع ستة زائد ستة 12 زائد ستة 18، وأهم شيء تكتبون يمها وحدة مكعبة، وحدة مكعبة، تمام؟ ناخذ سؤال آخر، مثال آخر. أجد حجم المجسم المجاور، هذا المجسم اللي امامكم واضح، اكتبوا لي بالشات اراقب اجاباتكم. خلي نشوف بكم طبقه، يلا اكتبوا لي بالشات بكم طبقه هذا المجسم، نشوف اول واحد من راح يعرف. سنان عمار خمسة؟ لا أريد كم طبقة، ما أريد عدد المكعبات. عاشت إيدك يا كرم. كرم حيدر يقول لا ثلاثة قلت. لا لا جود انتبهوا زين، هنا الطبقات يعني الارتفاع مالته بكم مكعب بالارتفاع؟ يوسف مصطفى يقول ستة. كم طبقة مو كم مكعبة؟ ها غيث، تفضل غيث. عاشت إيدك علاوي، عاشت إيدك. نعم سانسي. اهلا غيث. ها غيوثي شو تقول؟ كم طبقة؟ مو كم مكعب، كم طبقة؟ طبقة. طبقتان، عاشت ايدك. احسنت يا جود. لا، جود بنتي ثلاثة، تمام؟ انتبهوا زين، احسنت يا كرام، احسنت يا علي، احسنت يا يوسف، انتبهي يا جود. هنا كم طبقة عندنا؟ واحد، هاي الطبقة الأولى. وهاي الطبقة الثانية، يعني كم طبقة مكون؟ طبقتان، مثل ما علمتكم. راح نبدي نحسب أول طبقة، أول طبقة بها كم مكعب؟ يلا اكتبوا لي، اثنان بالأمام واثنان بالخلف، ايش قد كم مكعبة؟ أشوف أول إجابة. اثنان بالأمام واثنان بالخلف. أربعة، عشت إيدك كرام. طيب إحنا عرفنا الطبقة الأولى أربعة، زين الطبقة الثانية بها كم مكعبة؟ أنت يا جود أربعة، الطبقة الأولى أربعة، الطبقة الثانية كم مكعبة؟ انتبهوا زين،
تم هي جود. الطبقة الثانية بها كم مكعبة؟ أحسنت عليك إنجليز، واحد. إذا في الطبقة السفلية من المجسم أربع مكعبات، وفي الطبقة العليا مكعب واحد. إذا حجم المجسم 4+1 يساوي 5 وحدات مكعبة. 5 وحدات مكعبة. عاشت إيدكم يا أبطال. طيب هسه راح نحل فقرات. أتأكد اللي أريده من عندكم اللي يشارك تمام، واللي ما يشارك يحل الكتاب الرياضيات ويرفع الكتاب أمام الكام، أنا أراقب إجاباتكم. ماشي، خلي نشوف هسه اللي ما شاركه ويانا. يوسف مصطفى، انتبهوا كلش زين ويا يوسف حتى تقدرون تحلون. يلا يا يوسف. اهلا يوسف. يلا يوسف تفضل. اول فقره، اول فقره بها كم طبقه؟ اول فقره طبقتين، بها طبقتان. طيب الطبقه السفلى بها كم مكعب؟ ثلاثة. ثلاثة بالأمام وثلاثة بالخلف، قد يساوي لنا؟ ستة زائد. طيب الطبقة العليا بها كم مكعبة؟ ستة. أيضا ستة، يعني يا يوسف ستة زائد ستة شو يساوي لنا؟ 12. 12. عاشت إيدك يا بطل، 12 وحدة مكعبة. أحسن، شكرا جزيلا. طيب خلينا نشوف هسه ويانا الحسن ماهر. يلا الحسن. أهلا الحسن، شلونك؟ يلا الحسن، الشكل الثاني كم طبقة مكون الشكل الثاني؟ ها الحسن، طبقة سفلى. اسمعني ماما. الحسن المكعب لو شنو؟ لا، كم طبقة؟ يعني ايش قد ارتفاعه؟ منين تكون؟ كم ارتفاعه؟ كم طبقة به؟ هاي الأولى طبقتين. طبقتين، طيب احسب لي الطبقة الأولى بها كم وحدة مكعبة؟ خمسة. خمسة بالأمام وخمسة بالخلف. عشرة. يعني الطبقة الأولى 10. انتبهوا، أنتم مو بس الأمام تحسبون، مو شلون بعد تشوفون بسرة وين؟ السرة الأول بالأمام والسرة الثانية بالخلف، يعني 5+5 10. هسه نروح على الطبقة الثانية، أيضاً عندك بدك تلاحظ السرة وين عندك الأمامي والخلفي، إيش قد يصير؟ 4+4 8. لا احسبها، 4 لو 5 مكعبات هذه. الفوق؟ اي خمسة. خمسة زائد خمسة؟ خمسة زائد خمسة 10. طيب عشرة. اي 10+5 15. لا انتبه، 10 بالاسفل و10 بالاعلى. 20. 20. عاشت ايدك يا بطل، يعني احنا من بدينا حسبنا حسبنا الطبقة السفلى، الطبقة السفلى بها كم سرة؟ بها السروان الأمامي والخلفي، 5+5 10، يعني السفلى 10، والعليا أيضا بها أمام وخلف، 5+5 أيضا 10، 10+10 20 وحدة مكعبة. عاشت إيدك يا الحسن، شكرا جزيلا. طيب خلينا نشوف ويانا مرتضى. نعم شمسي. أهلا مرتضى. يلا يا مرتضى، الشكل الثالث بي طبقات لو بي بس طبقة واحدة؟ طبقة واحدة. طبقة واحدة، وكم سرة بي؟ شنو؟ كم سرة؟ يعني عندك هذا السرة الأمام، هذا الوسط، ثلاثة. ثلاثة، يعني هسا احسب لي أول طبقة الأمامية بها كم مكعبة؟ ثلاثة. والخلف الوسط؟ ثلاثة. ثلاثة، وأخير سرة إيش قد همين؟
ثلاثة. يعني قد يساوي الناتج؟ تسعة. تسعة وحدات مكعبة. ما عندنا طبقات وأقدر أجمعهم، فقط الطبقة طبقة واحدة مكونة من، نقدر نحسبها كلش سهلة، نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. عاشت إيدك يا مرتضى، شكرا جزيلا إلك. طيب هسه هنا تأكدتوا من إجاباتكم الصحيحة؟ تأكدتوا من الإجابات؟ ننتقل إلى الفقرة التالية. يلا يا حسن خالد. السلام عليكم سنسي. عليكم السلام حبيبي. يلا حسن، الفقرة الرابعة كم طبقة؟ اثنين. اثنان. في كل طبقة كم مكعب؟ أربعة. أربعة بالأمام وأربعة بالخلف، إيش قد يصير؟ ثمانية. ثمانية، عاشت إيدك. طيب هاي الطبقة الأولى، الطبقة الثانية؟ الطبقة الثانية همن أربعة وهمن أربعة، هاي ثمانية. ثمانية زائد ثمانية يساوي ستة عشر. يساوي لنا ستة عشر وحدة مكعبة. مكعبة، عاشت إيدك يا بطل، أحسنت. العفو سنسي. طيب ويانا روان. روان ومير. نعم سنسي. أهلا روان، شلونك؟ الحمد لله. يلا يا روان، الشكل الخامس. أربعة. أربعة تمام. زرقاء أربعة. والحمراء ستة. طيب روان انتبه وياي. لا مو هيك راح نحل. انتبه وياي. احنا أول ما نبدي تعلمنا، أول ما نبدي نحسب الشكل لازم نشوف بيه كم طبقة. شو تقولين بيه كم طبقة يا روان؟ يعني الأسفل. أربعة. لا انتبهي. أربعة زائد. انتبهي هنا، هاي الطبقة الأولى وهاي الطبقة الثانية. تمام. الطبقة الأولى بها كم مكعبة؟ خمسة. خمسة لو ستة؟ خل أقولش ليش ستة. شوفي الطبقة بالأسفل كم كم سرة بيها؟ حسبي كم سرة. هذا واحد. واحد. وهذا اثنان. وهذا ثلاثة. ثلاثة. بكل سرة بها مكعبتان، يعني هنا اثنان والورا اثنان والورا اثنان، يعني اثنان زاد اثنان. أربعة. أربعة زاد اثنان. ستة. عرفت ليش ستة؟ احنا مو نحسب فقط الظاهر، مو احنا عندنا مكعبات وراها اكو مكعبة لكنها مو واضحة، فأني لازم أفهم إنه كل مستوى كم مكعبة يتكون؟ أروح أحسب اللي بالأمام، اللي بالأمام اثنان، إذن وراء اثنان وراء اثنان، إيش قد يساوي؟ ستة. زين ستة، هاي الطبقة الأولى، والطبقة الثانية إيش قد؟ إحدى عشر لو عشرة. انتبهي، أول طبقة ستة، والطبقة الثانية؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. 11. لا انتبهي، الطبقة الثانية هنا عندك واحد اثنان، كم ثلاث سراوات؟ واحد اثنان وراء ايضا اثنان، ايش قد تصير؟ ستة. واحد اثنان وراء اثنان. ها اربعة. اربعة وراء اثنان. ستة. ستة، فهمتي ماما؟ يعني عندنا عدد الوحدات المكعبة اللي بالامان اشوف ايش قد وراها. إذا وراها مثلاً سرة واحد حصل اثنان زاد اثنان أربعة. إذا وراها مثل إحنا من نقعد بالرحلات نقعدون الثلاث اثنان بالأمام، إذا وراهم أيضاً اثنان، وراهم أيضاً اثنان، وراهم أيضاً اثنان، نشوف إيش قد إيش قد كم سرة ورا الوحدات المكعبة. تمام. ستة زائد ستة اثنا عشر. اثنا عشر وحدة مكعبة، عاشت إيدك يا بطلة. تمام. هسه ناخذ ويانا طالب آخر، إبراهيم سرمش. شكرا سانسي. أهلا حبيبتي.
إبراهيم سرمد. نعم سانسي. يلا يا برهومي، الشكل السادس. الشكل السادس فيه كم طبقة؟ ستة. طبقة عليا وطبقة سفلى، تمام؟ الشكل السادس طبقة عليا وطبقة سفلى. طيب احسب لي عدد المكعبات في الطبقة السفلى. هاي الطبقة السفلى. وياي إبراهيم؟ نعم. يلا احسب لي عدد المكعبات في الطبقة السفلى. هاي الطبقة السفلى، احسب لي كم مكعبة بيها؟ ستة. ستة، ستة بالأمام وستة بالخلف. 12. 12 هاي الطبقة الأولى. يلا احسب لي الطبقة العليا كم مكعبة بيها؟ 12. إبراهيم. 6. أيضا 6. لاحظ بيها 6 بالأمام وعندك 6 بالخلف، 6 زائد 6. 12. 12. 12 زائد 12 يا إبراهيم. 24. 24 وحدة مكعبة. عاشت إيدك يا بطل، أحسنت. عاشت إيدك إبراهيم. طيب ننتقل إلى المثال السابع. يلا يا كرم، كرم حيدر. نعم شانسي. يلا كرم، الشكل السابع. الشكل السابع بيه كم طبقة يا كرم؟ ثلاث. انتبه زين، هاي الطبقة الأولى تحددون، ما تريدون تحلون هيك حددوا. هاي الطبقة الثانية. طيب احسب لي الطبقة الأولى بها كم مكعبة؟ أربعة. أربعة، أربعة فقط لو أكو بالخلف همين؟ أكو بالخلف همين. يعني أربعة زائد أربعة ساوي ثمانية. ثمانية. طيب يلا احسب لي الطبقة العليا. الطبقة العليا كم مكعبة بها؟ اثنين. اثنين فقط؟ اللي ورا همين ايش قد؟ اثنين. يعني ايش قد؟ اثنان زائد اثنان؟ أربعة. أربعة. ثمانية زائد أربعة يا كرام؟ 12. 12 وحدة مكعبة. عاشت إيدك يا بطل، شكرا جزيلا. طيب نشوف طالب آخر. علي جبكيس. نعم سانسي. يلا علاوي، فقرة الثامنة. ثامنة؟ اي. دقيقة. واحد. طبقتين. تمام. اثنين. اثنين. أربعة. ستة. ستة زائد هاي الطبقة الأولى. عشرة. 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 إيدك يا بطل، أحسنت. أحسنت علاوي، أحسنت يا بطل. طيب خلينا نشوف ويانا حسن أسامة. نعم سيد. أهلا حسوني. يلا حسن، الشكل التاسع. الشكل التاسع كم طبقة مكون؟ كم طبقة؟ ايه العليا او والسفلى. تمام. يلا احسب لي السفلى. عشرة. السفلى عشرة. خلي نشوف عشرة. بنتبه يا حسن، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني ستة بالأمام وستة بالخلف. ايش قد تصير الطبقة السفلى؟ ها ستة بالأمام وستة بالخلف. ها حسن. نعم. 12 تمام. يلا احسب لي الطبقة العليا.
واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة. بالأمام وبالخلف ايش قد؟ هم اكو ثلاثة؟ ايه لا شوف زايد وحدة شوف هاي الوحدة الزايدة يعني ثلاثة بالأمام وش قد بالخلف؟ أربعة عاشت إيدك يعني ثلاثة زائد أربعة ثلاثة زائد ست ثلاثة زائد أربعة؟ سبعة 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 تمام 12 زائد 7 كم وحدة مكعبة؟ يساوي 19 وحدة مكعبة عاشت إيدك يا بطل شكرا لك سنان عمار السلام عليكم شيخ وعليكم السلام يلا سنان عندك الشكل العاشر كم طبقة بالشكل العاشر؟ الطبقة السفلى لو شو اسمه؟ والعليا طيب تمام الطبقة السفلى بها كم وحدة مكعبة؟ أربعة أربعة بالأمام وأربعة شنو؟ بالخلف يعني أربعة زاد أربعة ثمانية ثمانية أحسن والطبقة العليا؟ اثنين فقط اثنان؟ شوفها زين مش قد اثنان بالأمام واثنان بالخلف يعني يساوي أربعة عاشت إيدك يعني الثمانية زائد أربعة يساوي يساوي اثنى عشر اثنى عشر عاشت إيدك يا بطل أحسن شكرا شت شكرا حبيبي يوسف لا خلينا نشوف أول حسن خالد بعدين يوسف حسن خالد يلا السلام عليكم حسو يلا حسوني الفقرة الشكل 11 يلا احسبها الشكل واضح عندك أمامك طبقة سفلى وطبقة عليا الطبقة السفلى بكم مكعبة؟ ثلاثة ثلاثة فقط؟ ثلاثة خمسة ثواني نرجع للشكل ثواني تمام الثلاثة بالأمام وثلاثة بالخلف ايش قد يصير عندنا؟ خمسة خمسة ستة أحسن والطبقة ستة. العليا ثلاثة شوفها زين احسبها الشكل الإحدى عشر أربعة شوف الطبقة العليا كم مكعبة بيها؟ واحد واحد ولا واحد جد الصير اثنين نعم يعني إذا ستة زائد اثنان ثمانية وحدة مكعبة عاشت إيدك يلا يا يوسف نعم تانتي يلا يوسف حلينا الفقرة 12 تانسي الطبق الطبقة الأولى والوراها ستة أحسن ستة طبقة فوقها والطبقة وراها هم ستة تمام والطبقة الفوقها والطبقة الوراها هم ستة أحسن أخير طبقة شقد الطبقة الفوق والطبقة وراها أربعة أربعة إذا يساوي 22 عاشت إيدك يا متميز أحسنت أحسنت يوسف عاشت إيدك يا بطل حبايبي التلاميذ اتأكدتوا من إجاباتكم؟ اتأكدتوا من إجاباتكم؟ حتى أنتقل للفقرة التالية تمام الفقرة التالية هنا أنا ما أريد حجم المكعب كله أريد فقط المكعبات لإكمال المجسم يعني المكعبات المفقودة تمام فقط المكعبات المفقودة يلا يا علي جنديد فقط 13 اي 13 فقط الوحدات المفقودة 24 24 خلينا نحسبها وياك
هنا ثلاثة، ثلاثة بالأعلى وثلاثة بالأسفل، إيش قد؟ يعني متكون تشوفه السراوان، هنا واحد، اثنان، ثلاثة، إذا ثلاثة بالأعلى وثلاثة بالأسفل، إيش قد يساوي لنا ستة؟ تمام؟ يلا خلينا نحسب أنا وياك آخر مكعبات، كم مكعب هنا أنا بالأخير؟ ما علي. خلي افتح لك المايك مرة أخرى. يلا علي. علي. تمام، أنا راح أشرح لكم هذا لأن أنتم باعتبار يعني ما شرحناه سابقاً، هسا إحنا عندنا ستة. ثلاثة بالأعلى، ثلاثة بالأسفل ستة. راح نشوف بعد أكو وحدات مفقودة، إي عندنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة أيضاً، أربعة بالأعلى وأربعة بالأسفل، شو يساوي لنا العدد؟ ثمانية، إذاً ستة زائد ثمانية يساوي 14 وحدة مكعبة. يلا صفقوا لي، حليت لكم هذا السؤال. شكراً 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 غيث. يلا غيث، يلا حللنا أنت حتى نصفق لك. هلا سانسي. هلا حبيبي. يلا غيوتي، 14 كم وحدة مفقودة؟ سهلا مبينه. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسع وحدات مفقودة. أكون عاشت إيدك، وهاي أنا حصفق لك مثل ما صفقت لي، عاشت إيدك يا بطل. إذا الوحدات المفقودة تسعة وحدات مفقودة، عاشت إيدك يا بطل، شكرا جزيلا روان تساعدني وتحلو وياني. هاي نجمة إلي لأن أنا حليت، وهاي نجمة الغيب. بارك الله جودكم صغار الأبطال. شوفوا حبايبي التلاميذ، أنا عندي جلسة إن شاء الله بعد هذه الجلسة راح تكون مراجعة، أنتوا عندكم درس هسة تمام؟ فاللي أريده من عندكم بعد ما تكملون الدرس أنا راح أرسل لكم الرابط تقريبا ورا الفطور، بعد الفطور راح أرسل لكم رابط المراجعة، يعني راجعوا الفصل شوفوا شنو في هذا الفصل راجعوا، حتى إن شاء الله يوم الأربعاء حيكون عندنا اختبار، اختبار بالفصل السادس من درجات، وراح أسجل هذه الدرجات في دفتر الدرجات في سجل الدرجات. تمام؟ أحد عنده سؤال استفسار قبل ما أغلق الجلسة؟ يلا يا أبطال عندكم سؤال استفسار، أنا راح أفتح الأصوات في كرات الكون. عندكم سؤال استفسار؟ فتحوا الاستفسار. سانسي. نعم. يعني باكر اختبارنا؟ لا الأربعاء الجاي. لا لا باكر. إن شاء الله نحدد. ولا واني. باكر إن شاء الله. راح اعطيكم الوقت بالتقريب. هو بهذا الدرس؟ مو بهذا، بس سنسي عندي سؤال. العادي هو بس السؤال كله راح ادزلكم اني ورا بعد الفطور، راح ادزلكم فيديو عن مراجعة الفصل السادس، الزوايا، المساحة، المحيط، هذا. سنسي انا كل شيء شرحي من تبه وياك وكلها هسه حافظته. عاشت ايدك يا بطلة. طيب تلاميذ الحلوين اترككم، عندكم جلسه اخرى. مع السلامه. بس شنو الجلسه؟ الجدول ما ليش الساعه جلسه ما اعرف والله، شوفوا جدولكم. يلا مع السلامه. باي باي.